المضاعفات الصحية التي يسببها التدخين تسببت منذ ظهور جائحة كورونا في تدهور حالة العديد من المصابين بالفيروس الذين منعهم ضعف مناعتهم من مقاومة المرض. الناس اللي يتناولوا التدخين وخاصة اللي يتناولوا التدخين لمدة طويلة واللي ديجا عندها راهم يعيشوا في حالة مضاعفات، منهم الناس اللي عندهم فشل في الجهاز التنفسي أو الناس اللي عندهم انسداد في القصبات الهوائية LBPCO أو الإنسان اللي عندهم دي كانسير برونشيك راهم ديجا كانسير ولا راهم سوشيموثيرابي، هذو الناس عندهم مضاعفات كثيرة على مرض كوفيد 19 وتكون منهم نسبة الوفيات أكثر. التدخين عنده خطورة كبيرة على الإنسان اللي يكون مريض بالكوفيد وراح في فترة وجيزة راح المرض يتطور بكثرة راح يروح للإنعاش ويقدر يؤدي إلى الوفاة. الحديث عن التدخين لا يقتصر على السجارة، فالأنواع الأخرى من التبغ قد تكون أخطر. سيشة واحدة تعادل 44 سيجارة. يلا سيدي نشوفوا نكملوا، نشوفوا مثلا في هذيك الجلسة نتاع الشيشة يكونوا ثلاثة أصدقاء ولا أربعة، كل واحد خصو يتكيف شيشة هكذا، كل واحد راه يتكلف 44 سيجارة. يعني مثلا مشينا نقصروا رحنا ننشروا سرطان ومرض الجسم ومرض العقل ومرض القلب ومرض السكر وكلش، يعني نشرب فلوسنا حتى السيجارات الالكترونيك، لان اذا ما كانش فيها النيكوتين باش الانسان ينقض يعني ويخفض يعني النيكوتين حتى يقلع على التدخين، ربما يستعملوا فيها واحد بعض المادات سكون ابل دي زاديتيف، هذوك مضرين جدا 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 للشرايين الدمويه. لا يزال المختصون يؤكدون على أن الإقلاع عن التدخين يتوقف على إرادة المدخن للتخلي عن أول مسبب للوفيات يمكن تجنبه.